السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح البوبس كيو دي اس أو قائمة الانتظار والطلبات الجاهزة. في البداية عقب ما ننزل البرنامج من الموقع راح أخلي لكم إن شاء الله الوصلة في الديسكريبشن تحت أو في الوسط. ثبت البرنامج، طبعا بعد تثبيت البرنامج راح يفتح عندك البرنامج وراح يطلب السيريال نمبر او التفعيل. مجرد تكلم السبورت تكنيكال سبورت او ترسل ايميل وراح ان شاء الله نبعث لك السيريال نمبر. طبعا نكتب السيريال نمبر، بعد ما كتبنا السيريال نمبر نعمل اكتب ريجستريشن سكسسفول. طبعا بعد ما نخلص عملية التسجيل ونفتح البرنامج راح تطلع لنا شاشة الكونفيجريشن. راح يحتاج الـ QDS POS ID والـ Database IP. طبعا في البداية حق ناخذ الـ QDS POS ID نفتح البرنامج. روح على الـ Back Office Setting POS POS Setting. نعمل بوستنج جديد، نسميه مثلا QDS ونختار موديل جهاز، ناخذ السيريال نمبر بوست سيريال مثلا ونختار used for QDS، نعمل اند. راح نلاحظ البوست اي دي بيكون رقم 13. ندخل الرقم 13 والداتابيس اي دي في حالتنا اللي هو لوكال هوست، بس ممكن ان مثل ما مكتوب لكم هنا خلوا الاي بي مال السيرفر. في حالتنا لوكال هوست سلاش بوبس، نعمل تست كونكشن، كونكشنز اوكي، نضغط على اوكي راح تفتح لنا الشاشة. طبعا نرجع الى البرنامج، نعمل ريفرش ونعمل اوردر. بعد عمل اوردر راح نلاحظ وجوده في انو بروسيس. في حالة ان الاوردر جهز ندخل على الاوردر ليست، نعمل انيبل ستاتس مود، عندنا هالاوردرين اوريدي من قبل جاهزين وخلصنا منها، عندنا هذا هو الاوردر الجديد. في حال انه جهز نسوي سلكت ونعمل ريدين، راح تلاحظون ظهور علامة الصح، راح تلاحظون ناو سيرفينج، الطلب جاهز للاستلام. طبعا الQDS يجيب اكثر من ميزة، نقدر مثلا نضغط جست دبل كليك ونروح على السيتنج او الاعدادات، نقدر نخلي يشيل ناو سيرفينج بعد مثلا 15 ثانية ونعمل سيف. راح تلاحظون عقب انتهاء 15 ثانية انه يختفي بروحه. نقدر نغير الباك جراوند او الخلفية، اختار مثلا هذه، نعمل سيف، الخلفية راح تتغير. ونقدر نخلي فيديو كذلك، مثلا اذا حاب تعرض الاصناف او حاب تعرض اي فيديو في البرنامج مثلا نعمل سيف وراح تلاحظون انه يشتغل. كذلك عندنا خيار تحويل اللغة الى العربية، نعمل سيف سيتنج ابلايد ريستارت ناو، نقول له يس، راح يرد يفتح البرنامج من جديد مرة ثانية وبتكون اللغة هي العربية. شكرا لمتابعتكم وانتظرونا في فيديوهات ثانية ان شاء الله.